أهلا بكم. خيم هدوء حذر على محاور القتال بمدينة درنا بعد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بمحور الحيلة جنوب المدينة. وأكد مصدر من مجلس شورى مجاهدي درنا صد هجوم لميليشيات الكرامة على محور الحيلة، مشيرا إلى انسحاب عدة كتائب من ميليشيات الكرامة مساء الخميس. من جهتها أعلنت ميليشيا الصاعقة الموالية للكرامة عن تحرك عدد من أفرادها صوب مدينة درنا، مضيفة أن العناصر المتجهة للمدينة ستكون بإمرة القيادي بميليشيات الكرامة أونيس بوخمادة. أدان المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات، واصفا إياه بالهجوم الإرهابي والإجرامي الغادر والمرفوض. وأكد المجلس في بيان تحصلت التناصح على نسخة منه على رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال المناهضة للاستقرار والمعادية للإسلام والإنسانية. ودعا المجلس في بيانه الليبيين إلى نبذ العنف ووأد الفتنة ورص الصفوف وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن. قال وزير الخارجية بالحكومة المقترحة محمد سيالة إنه لا يرى إشكالا في تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها هذا العام إلى أن يتم إعدادها بشكل جيد، موضحا أنه إذا لم تتمكن الحكومة من توفير الظروف الملائمة للتصويت فإن المواطنين لن يتحمسوا للذهاب إلى صناديق الاقتراع. سيالة خلال مقابلة له مع إذاعة فرنسا الدولية أكد ضرورة إقناع الفرقاء في ليبيا بأن الانتخابات يجب أن تكون حاسمة ويجب أن يقبل الجميع نتائجها، مضيفا أنه إذا لم تقتنع الأطراف بذلك فإن إجراء الانتخابات في هذه الظروف لن يزيد الوضع إلا تعقيدا وفق تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى اتصالا عبر الفيديو مع مجرم الحرب خليفة حفتر، بحث خلاله ما أسمته مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط. وقالت الوزارة في بيان لها أن شويغو وحفتر بحثا عبر قضايا الأمن في المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى وجه الخصوص ما أسمته مكافحة الإرهاب الدولي وتسوية الأوضاع في ليبيا على حد تعبيرها. أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها إزاء مصير نحو 8000 مهاجر محتجزين في مركز احتجاز وصفته بالمكتظ في مدينة زوارة في ظروف غير إنسانية لأكثر من 5 أشهر. وحثت رئيسة مكتب الطوارئ في المنظمة كارلين كليغير جميع الوكالات الدولية التي لها وجود في ليبيا وممثلين من بلدان المنشأ للمهاجرين والسلطات الليبية على بذل كل ما في وسعهم لإيجاد حل لهؤلاء الأشخاص خلال الأيام القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.